محطتنا عم تتابع بعالم الصباح، ومحطتنا الرياضية هي محطتنا التالية مع هبة وضيوفة يلي ما نفتخر فيهم أكيد مثل كل الرياضيين اللبنانيين. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ منيحة أنت؟ ينعاد عليك. ميرسي، وعليك وعلى كل المشاهدين كمان. وعلى ضيوفك كمان. أكيد. أكيد نايلة عالم الدين جارودي وعايدة باخوس. نايلة عالم الدين جارودي طبعا مديرة فريق السيدات بنادي الرياضي بيروت، وعايدة باخوس لاعبة اللي كنا نشوفها دائما بنادي الهومنتمن، والرياضي قرروا سرقوها من الهومنتمن. هلا ما نعرف تفاصيل أكثر شو صار. نايلة، يعني اليوم الموضوع كتير مهم بدنا نحكي فيه. أنتوا جايين تحكوا اليوم عن استحقاق كتير كبير. رح يبلش هلا بهذا الشهر بشهر ايلول. نادي الرياضي لاول مره، ولاول مره بلبنان يعني نادي بيشارك ببطوله هالقد كبيره. بدك تخبرينا اكثر عنها. صباح الخير اول شيء لكل المشاهدين. مثل ما قلت هبة، هي اول مره فريق من لبنان او من المنطقه العربيه، صح، ان كان رجال او سيدات، باي سبور جماعي بيشارك بدوري اوروبي. نحن اليوم حنشارك بدوري اوروبي اسمه EEWBL Eastern European Women Basketball League، يلي مثل ما قلت رح تبلش ب 20 سبتمبر اول سفره عنا اياها على لاتفيا. رح نلعب بهالسفره ضد ثلاث فرق من ليتوانيا، من لاتفيا، ومن بيلاروس. اكيد شرف كثير كبير انه ندعي على هالبطوله، ونحن كنادي رياضي كثير محمسين عن جد كثير. هلا انا بعرف حماسك دائما نايلة، وبعرف دائما كيف بتحطي شيء براسك انه انت، انا مأكده عم تشاركي بهالبطوله مش لمجرد مشاركه، انا بعرف انه انت هدفك توصل للفاينل بركي، صح؟ ان شاء الله. يعني عن جد كل ما بنشارك ببطوله بنكون هدفنا نجرب نربحها. نعم. هلا اكيد بنكون شوي واقعيه، هذا ليفل كثير اعلى من نحن اللي بنشارك فيه. في سبع فرق ابطال في سبع فرق هن ابطال بلادهم، يعني وفي كذا بلد هو الوصيف. نعم. سو بطوله كثير حتكون صعبه، كثير حتكون قويه، بس عنا ثقة كاملة بالجهاز الفني، بكوتش إلي نصر، كوتش مروان دياب، كوتش عبد الله حجازي، وكل الجهاز الفني حتى ما انسى حدا، والبنات كلهم يعني صراحة عنا إيمان فيهم. اوكي، حنحكي تفاصيل أكثر بهذا الموضوع، وبعرف إنه صار في مؤتمر صحفي كمان من كم يوم، يعني كمان أكثر لنعرف قد إيه على مستوى هالبطولة، منا بطولة عادية. عايدة هومنتمن، قد ايه كنت لك مع الهومنتمن تقريبا؟ صار لي مع الهومنتمن خمس سنين. خمس سنين، هالسنه رياضي. صح. اوكي، خبرينا شوي قد ايه مبسوطه هلا مع رياضي، حاسه حالك فتي بالجو، كيف؟ بصراحه من انا صغيره بحب الرياضه، صار لي متمنى معهم تمرينتين، اند كانوا كثير منيح، البنات بعقدوا تعرفت عليهم اكثر بالمنتخب، سو كان اهين انه الترانزيشن اجى على الرياضه. الكوتش كتير منيح، متحمسة كتير إنه مورا الكوتش، و I needed a change، يعني it was a good change لأنه كان بدي تشالنج أكبر، و so كتير مبسوطة بالقرار يعني. نعم. و يعني هلأ كمان أنت نقلتي مع رياضة، ودغري يعني صار في هيدي البطولة يلي رياضة مشارك فيها. عادة هم أنتم كنتوا تشاركوا ببطولات بطولة عربية بفتكر، بس هيدي هلا البطولة على ليفل أعلى من هيك. قديه بتحسي إنه حظك حلو لتكوني عم تشاركي بهي البطولة؟ بصراحة هيدا one of the reasons إنه قررت أمضي رياضة كمان، لأنه إذا بضلك تلعبي بلبنان كلعبة ما حتتطوري. نعم. سو اللي عم بيعملوا الرياضة شيء كثير مهم، مش بس للبنان، للعيبة نحن تنعرف مستوانا كيف وقد ايه بدنا تنوصل تنصير مثل أوروبا. سو المشاركة بهالبطولة كثير حمستني وعطتني موتيف إنه أشتغل على حالي أكثر، وكلنا البنات كثير متحمسين، يعني إتس أن إكسبيرينس ما حننسيها أبداً. نعم. نايلة، يعني عايدة صارت عندكم، بس بالمقابل ما بدنا ننسى انه ريبيكا راحت على الهومنتمن. مزبوط. صح. شو رأيك؟ يعني ريبيكا صارت مع الهومنتمن، عايدة اجت لعندك. اول شيء تحية لريبيكا. اكيد. ريبيكا كان صار لها تسع سنين، ريبيكا عقل تسع سنين بالنادي الرياضي، حبت هي تعمل تغير، تفوت بتجربة جديدة مع الهومنتمن، بتمنى لك التوفيق. أكيد. نحن من جهتنا ضمينا عايدة باخوس يلي كانت بالرياضة من كم سنة، صح، رجعت على بيتها. عنا ثقة كتير كبيرة بعايدة، وعايدة بتعرف صرنا كذا سنة كإدارة بالنادي الرياضي عم نجرب نحكيها مشان تجي على النادي. مبسوطين كتير صراحة إنه عايدة صارت معنا. زعلانين إنه ريبيكا فلت، بس عنا كامل الثقة ببناتنا. نعم. عايدة بتحسي بريشر إنه أنت، يعني ما بدي أقول ما تروح ريبيكا، بس بتحسي شوية بريشر؟
لا ما بحس بريشر، بس اي دونت وان تو ديسابوينت ذم، يعني بعرف لازم حرام صار لهم اكثر من سنتين بجربوا يجيبونا على الرياضه، فهلا انا بالرياضه لازم انه اعطي كل شيء، مش انه بريشر في عالم نربح لكن البطولة. اكيد بدنا نربح خلص من الاخر مزبوط ما في لف ودوران ما في لعب بدنا نربح. لا مش بريشر، بالعكس البنات يعني في كثير بنات منيح بالفريق بيساعدوني والفريق ما بيقف على لعيبه واحده أكيد بآخر اكيد نفتي صح. طيب لا ننتقل نرجع لموضوعنا الاهم اليوم يلي عم نحكي فيه، هي البطوله يلي الرياضه مشاركه فيها. صار في مؤتمر صحافي بسرايا الحكومه من كم يوم تقريبا، كان على مستوى عالي جدا، كان شخصيات حاضره رسميه ورياضيه، وكل الامل وكل عيون عليكم. خبرينا شوي عن هالبطوله اكثر تفاصيل، اول جيم امتى، كيف تحضيرات الفريق؟ أول شيء بدي أشكر كل اللي ساعدونا لنعمل هالمؤتمر. أول شيء بدي أشكر الرئيس سعد الحريري يلي دائما بدعمنا وبيساعدنا بكل شيء، كيف إذا البطولة على هالمستوى دعمنا دائما ودائما حدنا. بدي أشكر كمان كثير الوزير أوكاسابيان ووزارة المرأة. صار في تعاون بيناتنا، في كامبين أطلقناها سوا، الطابة بإيدك سجلي هدف، الصبايا كلهم ماسكين مسج ورح دائما يحطوا الضوء على هالمسج مشان نجرب نساعد الوزارة تحقق طموح اللي حاطينه هن. وبدي اشكر عبير شبارو كثير يلي كمان كثير ساعدتنا. بدي اشكر بس كم شخص اكيد، بدي اشكر كثير كرمة كمكجي حمود يلي كمان كثير عم تساعدنا بكل شيء، وكل السبونسرز يلي واقفين ورانا. هلا حيصير في مؤتمر صحافي ثاني قريبا قبل ما نسافر لحتى نعلن فيه عن كل شركائنا والسبونسرز اللي عم بيساعدونا لحتى نقدر نروح على هالبطوله. بتعرفي تشاركي بهيك شيء بكلف كثير، وبده دعم يعني مادي ودعم معنوي، لانه مستوى كثير عالي، يعني تلعبي ضد مستوى ما بحياتنا نحن كلنا لاعبين ضدنه او شايفينه. التنظيم رائع هبا، يعني قبل بشهرين عارفين سكادجول، يعني نحن مثلا ببطولة لبنان ما بنعرف سكادجول قبل بيوم او بيومين. شوف الفرق يعني بالتنظيم. يعني مثلا من هلا بنعرف انه ب 21 عندنا ضد لاتفيا، ب 22 عندنا ضد بيلاروس، ب 23 عندنا ضد ليتوانيا. خليني بس شوي اشرح للمشاهدين، يعني نحن عم نحكي كيف بالفوتبول عندنا تشامبيونز ليج، هيدي البطوله هي نفس الشيء بالباسكت للبنات. مزبوط. يعني على هالمستوى يعني مستوى عالي. اوكي اجانب كمان بعرف يعني قديش هلا بتركزوا اكثر على التمرين، يعني اذا كنتوا تتمرنوا اربع ايام بالاسبوع هلا شو عم تتمرنوا سبع ايام، يعني هلا الصبايا خلي عايدة بلشنا من الجمعتين مزبوط. عايدة وصلت من السفر من يومين، اجنبنا وصلوا كمان من يومين، امبارح كانت اول تمرينه كامله، بعد في اجنبيه الان بهيوستن ان شاء الله تجي قريبا. بلشنا مزبوط، كل يوم في تمرين، في ايام في تمرينتين بالنهار، بعد في 19 نهار لنسافر، سو حيكون كثير هلا ضغط على البنات وعلى الصبايا. نعم. طب مستوى الاجانب، بعرف اول شيء كم اجنبيه حنشوف البطوله؟ هي باوروبا اوبن للاجانب، يعني كل فريق فيكون عندك خمس لعيبه، فيكون عندك 10 اجانب بفريقك، يعني واو. في فرق عندهم ما بعرف كم اجنبيه حيكون عندهم. نحن ارتقينا نجيب اول شيء 4 اجانب، بعدين قررنا نجيب 5، وصلوا 4 بعد عنا واحدة، ومستوى كثير عالي، مستوى كثير عالي، واثنين منهم بنعرفهم. سو هذا الشيء حيهين الكاميرا. فينا نقول اسامي؟ اكيد. الاجانب اللي بنعرفهم هن ادريان روس لعبانه معنا من سنتين، كريستينا دوت هذيك السنه لعبانه مع الشبيبه، وعنا 3 اجانب جداد، رونيكا هودج يلي هي بوينت جارد كثير قويه لعبانه 11 سنه بالدبليو ان بي اي، عندها خبره كثير كبيره. شانيس ماكيني كمان لاعبه كثير كبيره سنتر لعبانه بالدبليو ان بي اي، تعرفنا عليها هذيك السنه مع الفريق الروماني وقت رحنا على تركيا وعملنا معسكر، تلعب مع ادريان روس كانت. ولاعبه صغيره بالعمر بس بتصور حتساعدنا كثير، اسمها كايلي سارتوري من كندا. نعم. عايده قديه برايك يعني الاجانب حيكون لهم دور كثير كبير ويساعدوكم، ويعني بعرف ما في كثير وقت هلا يعني ليتعودوا بركي على بعض، بس شو رايك بالاجانب؟ انا كثير مبسوطه بصراحه، مش بس انه لانه حيلعبوا معنا يساعدونا نربح، بس كلاعيبه لبنانيه بيجي عنا تشانس نلعب ضد اجانب ليفل اعلى، فنحن بنتحسن، فهن بيساعدونا نتحسن. شفنا هالشيء هذيك السنه مع الهومنتمن، يعني مع انجل اكيد صح. شفنا كلكم تغير سيستم لعبكم وقت ما كان في اجنبيه وحده على الملعب بتلعب بهالمستوى، فكيف اذا كانوا 4 صح؟ فكلنا مبسوطين تنتعلم منهم،
يعني نحن we're blessed انه عم ناخذ هالاكسبيرينس نتعلم من اجانب، وبذات الوقت حيساعدونا نربح مثل ما نحن حنساعد، ما فينا نربحوا بلانا ونحن ما فينا نربح بلانا. اكيد 100%. طيب بعرف انه في مباريات من هالبطوله حتلعب بلبنان. مزبوط. صح؟ فيك بس تفسري لنا اكثر نايلة؟ هي اذا بدك البطوله مقسمه لثلاث مراحل. أوكي. اول مرحله هي مرحله المجموعات، نحن 16 فريق مقسمين لمجموعتين، 8 بكل مجموعه. سو نحن اول شيء حنلعب 7 جيمات ضد الفرق بمجموعتنا. احسن 4 فرق من مجموعه اي واحسن 4 فرق من مجموعه بي بينتقلوا للفاينل 8. اوكي. بالفاينل 8 حتكون نظام ذهاب واياب، يعني بيجوا هن بيلعبوا على ارضنا جيم، بنرجع نحن بدورنا بنسافر على البلد اللي وصلنا معه على الفاينل 8 ان شاء الله، اذا وصلنا على الفاينل 8 بنلعب معهم سيريز، وبيرجع الفاينل 4 والفاينلز. قد ايه تعب يعني كمان بنفس الوقت؟ طويله يعني 7 اشهر، يعني هذا ليج 7 اشهر وبلس عندك الليج اللبناني. اكزاكتلي هذا حيتدرب مع الليج اللبناني، فكيف شو استراتيجي؟ استراتيجي انه بالليج اللبناني بعد مش معروف اذا اجنبيه ولا اثنين، بعدنا هلا ما بنعرف. نحن هلا تركيزنا كلنا على بطوله الاي دبليو اي دبليو بي ال هبه، هلا اول سفر عنا اياها بسبتمبر، بس نحن حكينا مع الاتحاد اللبناني، بدي اشكر هون الرئيس بيير كخيا يلي كمان عم يدعمنا بهالمشاركه، عطيناهم سكادجول، طلبنا منهم انه بليز هي مشي السفره بتكون 3-4 ايام مش انه رايحين، يعني كل سفره 3-4 ايام، طلبنا منهم انه بليز بهالفتره ما ينعمل جيمز بلبنان. اوكي اكيد يعني لازم كمان اكيد حيتعاون سوا، اكيد طبعا اكيد يعني لازم الكل يكون معكم وعم بيساعدكم. طيب شوي اذا بدنا نحكي عن الليج اللبناني، يعني ما بعرف كيف بتشوف المستوى بلبنان الفرق، يعني هلا انا بعرف انه بعد ما في كثير فرق جاهزه للليج اللبناني. صح؟ صح. هلا المستوى مع الاجانب عم بيتحسن بصراحه. بس المشكله الوحيده اللي انا ما حبيتها السنه الماضيه انه في فرق عم تجيب اجانب بس ما عم بيكونوا ليفل عالي. سو يعني ذيرز نو بوينت يكون في اجانب وعم تجيبوا اجانب ما كثير منيحه، بس هيدا انا اللي ضايقني مثلا السنه الماضيه، مثلا رياضه جابوا اجانب منيح، الهومات من جابوا اجانب منيح، الاوتانيك بالاخر. بس انه عملوا هيك رول لازم يطبقوها بطريقه احسن. بس ما برايك انه هيدي يعني بتكلف؟ في نوادي انديه ما قادره تدفع هالقد مصاري. هلا بتكلف، بس كمان في انديه ما عم بيدفعوا كثير للعيبه اللبنانيه كبنات. سو المصاري اللي عندهم هون فيني يحطوها على الاجانب مثلا. انه دائما بحس في طريقه لازم الاتحاد بركي بيدعم الفرق مثلا. واي ثينك اذا الجيمات منقولين على التي في من اول السيزون اتس ايزير ياخذوا سبونسر تجيبوا لاعب اجانب، لانه تحدا يعطي سبونسر لفريق وما انه منقول على التي في اتس فيري هارد. طب نحن ما فينا نوصل لنهار ما يكون عندنا بحاجه لاجانب؟ هي صراحة الأجنبية عن البنات والأجانب عن الرجال بحسنوا الليفل، يعني هذا الشيء عن جد بنشوفه نحن على أرض الملعب، يعني بالتمرينة الليفل بتعلى، الجيمز الليفل مثلا امبارح تمرينة كانوا عم يتمرنوا الصبايا مع 4 أجانب على الملعب، عن جد أنا كثير انبسطت بالتمرينة، غير الليفل كثير أعلى. سو اتس نايس كلهم بس أنا بدي يعني كل اللبنانية يكون عندهم هذا الليفل، أمتى بنوصل له؟ يعني عم يتحسن، هيدي البوينت تبعيتي يعني صراحة بدنا نوصل، عم يتحسن يعني صار لنا سنين عم يعني عم نفوت بهيدا وانه اجانب وعم نحط ونخلط الى اخره، بدنا كل اللبنانيه يوصلوا لهيدا اللبن. يعني اكيد هيدا بالنهايه ما فيك تكتر كثير اجانب لانه بياثر على المنتخب اللبناني بالنهايه. صح. يعني لازم البنات ينعطاهم فرص يلعبوا اكثر لحتى يتحسنوا ويتحسن مستواهم، وساعتها هذا بحسن ليفل المنتخب. اكيد اصلا غاده يعني هالنقطه اللي عم تحكيها ونايلة وعايده بفتكر حيوافقوني الراي، بكثير مباريات كنا نشوف اللبنانيه عم يلعبوا احسن الاجانب بمطارح معينه. مزبوط. يعني ف بيكملوا بعض بيكملوا بعض اسم الله عليهم. ما بهم شيء ابدا اللبنانيات اللعبات اكيد بكل الفرق. طيب سو صرنا ريدي للبطوله يلي رح تنطلق بعد كم يوم خلينا نقول، كإدارة كيف أنتم عم بتكونوا حد لعباتكم؟ عم نكون حدهم أكيد بكل شيء، عم نجرب نأمن كل شيء. بدي أشكر هون كتير كريستينا تنوخي يلي عم بتساعدني بشكل ما فينا خبرك قديش هبا، يعني كريستينا معنا كمان كريستينا هون يعني عم بتساعدني بكل شيء، عم تساعدني كتير بكل شيء، وتمام جرودي كمان عم بيساعدنا كتير. يعني في أكيب عم تشتغل لنجرب نأمن كل شيء للبنات، لنجرب نريحهم
قدر الممكن لحتى يقدروا هن كمان بالمقابل يعطوا احسن صوره عن المراه اللبنانيه. نحن هذا اهم شيء عنا، انه نحن اليوم مع الكامبين اللي عم نعملها مع الوزاره عم نحسن وعم نطور صوره المراه. بركي العالم باوروبا بركي ما بيعرفوا، ما عندهم صوره بركي مضبوطه عن المراه اللبنانيه العربيه، سو نحن فخورين جدا انه عم نمثل المراه اللبنانيه بالرياضه. على كل حال تحيه كبيره لوزاره المراه عن جد، يعني جد كتير يلي تعاونت معكم، وكان مؤتمر الصحافي بسرايا الحكومه كان بحضور الوزير اوغاسا بيان كمان. نعم. كان وحتى قال انه هذه اول مره بينحط لوجو مزبوط. لا 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 وزاره المراه على التي شيرت يلي هلا انتم اكيد شايفينها لابسينها مكتب وزير الدوله لشؤون شؤون المراه. كلمه اخيره عايده، شو بتعطينا؟ شو رح تعملي مع رياضه؟ بدنا نكسر الدنيا، بدنا نربح. صار سنتين عم بربح وما حيوقف، يعني I'm gonna keep on winning. وحابه كثير اربح مع الرياضه لانه بعد ما ربحت ولا بطوله معه. يلا لنشوف السنه شو حتعمل عايده. نيلا كمان كلمه اخيره لالي. انا بدي اوعد الجمهور اللبناني انه رح نمثلهم بطريقه كثير حلوه ان شاء الله ببطوله الاي دبليو بي ال، وحيفتخروا كلهم فينا كثير ان شاء الله. اكيد نحن دائما فخورين فيكم وبهالنادي العريق اكيد. ثانك يو نيلا، ثانك يو عايده، ميرسي لكم. ثانك يو لك كمان هبه، دائما عم تعطينا كل هالاخبار الجديده والتفاصيل حتى نفتخر فيهم لكل اللبنانيات الرياضيات. اهلا وسهلا فيكم، خليكم معنا مشاهدينا، رح ناخذ كمان مره بريك ونرجع نتابع فقراتنا اليوم بعالم الصباح. من بعدنا نروح بهالجوله على صاله السينما. The pharmaceutical company. It's selling at 25. Come Monday, it's half that. Now you have my attention. Service effective immediately. ضمن أفلام الأسبوع الفيلم الرومانسي Blind عن كاتب بيفقد نظره وزوجته بحادث سيارة، وبيرجع بيكتشف حبه للحياة وللكتابة من بعد ما يتعرف على زوجة مهملة من قبل زوجها، مع دامي مور وأليك بولدوين. Before diving head first into her holiness, do not see Suzanne again. Something has to change. Jimmy, I'm just gonna say it. I gotta let you go. وفيلم الأكشن Logan Lucky عن شقيقين عم بيحاولوا ينفذوا سرقة خلال سباق الناسكار بشمال كارولينا، مع تشانينج تاتوم، كيتي هولمز، سيث ماكفرلين وأدم درايفر. You Mogans must be as simple-minded as people say. People say that. ولمحبي أفلام الرعب فيلم الميستري It Comes at Night عن رجل عايش مع زوجته وابنه ببيئة نائية بعيد عن خطر عم بيهدد العالم، وبتلجأ له عيلة للاختباء عنده مع جويل إدغرتون وكريستوفر أبت. Why's your mask on? Nobody's sick here. Can't trust anyone but family. You don't get it. How old are you, Travis? If they're sick. What is happening right now? I don't know. Let's try and leave and see what happens. Wow, that's an expensive door. Mm-hmm. الفيلم الانيميشن كابتن اندر بانس ذا فيرست ايبك موفي بنسختين 2D و3D عن شخصين كثير خلاقين بالمقالب اللي بيعملوها، وبيقدروا يقنعوا مديرهم انه هو بطل خارق باصوات كيفن هارت، اد هيلمز وغيرهم. Their greatest creation. Captain Underpants, you can't actually fly. I take to the sky like an ostrich. Wow, he is super dumb. Guys, I totally got this. Yeah, totally, he's got it. DreamWorks, Captain Underpants. They're terrorists? No, this is more tactical. فيلم المغامرات بوشويك عن قوة عسكرية من تكساس تعمل غزو على حي بروكلين، وبالتالي بتضطر لوسي ومحارب سابق أن يتكلوا على حالهم مع ديف بوتيستا وبريتني سنو. والفيلم الدرامي The Big Guy عن وصول مفاجئ لجندي إلى مدرسة للفتيات بفرجينيا خلال الحرب الأهلية الأمريكية، هالشي اللي بيولد مشاعر غيرة وخيانة، مع كولين فارل، نيكول كيدمان، كيرستن دانست وإل فانينغ.
من بعد هالجولة على صالة السينما وتعرفنا فيها على الأفلام رح نرجع سوا ناخد هلأ بريك، وأكيد من بعدها منتابع فقراتنا لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت.